السلام عليكم. قبل أن نبدأ الفيديو اضغط على زر اللايك واشترك بالقناة يا أسطورة. واليوم موضوعنا عن ما هو الآيفون المناسب. طبعا يا شباب الوصف مهم علشان تعرف بعض الاختصارات مثل الرام والميجا بيكسل والإمبير، هاي كلهم بتلاقونهم في وصف الفيديو. فنبدأ بالآيفون 5S، فهو يتكون من معالج ثنائي النواة بمعدل 1.3 جيجا هرتز. طبعا هذا الجيجا هرتز اللي هو سرعة تشغيل التطبيقات او سرعة التحكم في الجهاز. يتوفر ب 16/32/64 جيجا بايت و 1 جيجا رام، ويحمل شاشة بقياس 4.0 بوصة. تحتوي الكاميرا الخلفية على 8 ميجا بكسل والكاميرا الأمامية 1.2 ميجا بكسل. وبالنسبة للبطارية، فقوة البطارية 1560 ملي أمبير. ويتراوح سعر الآيفون من 900 إلى 1000 ريال سعودي، وتقييمي إلى 3/5 نجوم. دام عندي هذا التلفون حوالي 5 سنوات. والآن مع الآيفون 6 والآيفون 6 بلس. أولا يحتوي على معالج ثنائي النواة بسرعة 1.4 جيجا هرتز، وكليهما يحتويان على 1 جيجا رام. وبالنسبة لمساحات التخزين، يحتوي الآيفون 6 على 16/32/64 و128 جيجا بايت. وبالنسبة للآيفون 6 بلس فهو يحتوي على 16/64 و128 جيجا بايت. وبالنسبة لدقة الكاميرات، فيحتوي الآيفون 6 الكاميرا الخلفية 8 ميجا بكسل، والكاميرا الأمامية 1.2 أو 1.2 ميجا بكسل. والآيفون X 6 بلس يحتوي على الكاميرا الخلفية 8 ميجا بكسل، والكاميرا الأمامية 1.5 ميجا بكسل. وبالنسبة للبطارية، يحتوي الآيفون 6 بلس على 2915 ملي أمبير، والآيفون 6 يحتوي على 1810 ملي أمبير. فهذا يعني أن الآيفون 6 بلس يدوم ساعة كاملة على مدى استخدام الآيفون 6. وبالنسبة للأسعار، فالآيفون 6 بلس يتراوح من 1600 ريال إلى 1800 ريال سعودي. وبالنسبة للآيفون 6 يتراوح سعره بين 1100 إلى 1150 ريال سعودي. فبس شباب خلصنا لليوم. طبعا هذه بتكون سلسلة، هل تبوني أواصل عليها أو لا؟ راح يطلع عليكم فوق على اليسار صوتوا لي واكتبوا وش الآيفون اللي صار عندكم